السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم الكيلاني. إن شاء الله هنشرح مع بعض أساسيات الأوتوكاد. الأوتوكاد برنامج سهل وبسيط جدا، هو أساس يعني الرسم. يعني لما أنت بتستخدم الأوتوكاد كأنك بترسم بورقة وقلم ومسطرة وحرف تي والكلام ده. الأوتوكاد برنامج لذيذ جدا وله استخدامات سهلة جدا بتفيدنا في الشغل لما بنتعامل مع السوليد وورك أو أي برنامج تاني. المفروض إن أي حد يبقى عنده خلفية بسيطة عن الأوتوكاد، يعني إزاي يعمل برينت، كوبي، ستريتش، شوية أوامر سهلة كده بس بنحتاج لها أحيانا في الشغل، لأن التعامل مع السكتش كتير قوي بالسوليد وورك حاجة مش كويسة. يعني بيحتاج كمبيوتر إمكانياته عالية وكده. فالأوتوكاد برنامج سهل ولذيذ وبيشتغل على أقل إمكانيات كمبيوتر أو لابتوب. طبعا الأوتوكاد بيحتاج له ناس كتير قوي، ناس كتير زي مين؟ زي الناس اللي هم بيشتغلوا في الليزر، في المخارط السي ان سي، في الواير كات. شغل التو دي عموما كله بيرجع للأوتوكاد وبيستخدم برامج تانية مع الأوتوكاد. طبعا هيجي واحد يقول لي الاوتوكاد ولا السوليد وورك ولا الانفنتور ولا الان اكس، كل البرامج يعتبر زي بعضها بالنسبه لنا. يعني الفكره كلها طريقه التفكير، يعني انت بتفكر ازاي ترسم، انت شايف الحاجه ازاي. سؤال تاني، دايما الناس بتتكلم برامج 3D ولا 2D، وبنقابل مهندسين كبار جدا في السن بيشتغلوا بالأوتوكاد، وناس بتفكر إن الرسم ال2D حاجة رخمة وصعبة، بس الأوتوكاد والمساقط وال2D هو أساس العلم. يعني أنت لو فاهم 2D كويس هتقدر ترسم 3D. الفرق إن بين المصمم 2D وال3D هو شايف الحاجة إزاي، الناس اللي بتشتغل 2D هو بيبقى شايف الحاجة 2D، بيعرف إزاي يطلع المساقط بتاعتها. انما في برامج ال3D زي السوليد وورك انت بتشوف الشكل في الثلاث ابعاد وبتبتدي ترسمه، عباره عن مجموعه من الفيتشرز بتاعتك بتطلع لك المنتج، والبرنامج بيطلع لك اوتوماتيك المساقط اللي انت بتشتغل بيها في الورشه. فاحنا عايزين نتعلم مع بعض شويه حاجات بسيطه في الاوتوكاد تنفع كل ان شاء الله وتفتح باب رزق الناس جميعا. اول حاجه، عايز افتح صفحة جديدة في الاوتوكاد زي اي برنامج نيو. ومن المميزات الكبيرة لما انا ضغطت على الماوس على نيو بان لي نيو كرييت ا بلانك دروينج فايل. طيب في طريقة تانية، ان انا ممكن اضغط هنا واعمل نيو، اختار نيو واشتغل على الصيغة دي. تظهر لنا الشبكة بتاعتنا، اول حاجة اللي احنا هنرسم فيها محور اكس وواي. الأوتوكاد عشان أقدر أحرك الصفحة زي ما أنا بحركها بالظبط كده، ودي من الحاجات المهمة أوي، بضغط على البكرة بتاعة الماوس وبحرك بس الشاشة معايا، بضغط على البكرة. طيب لو أنا عايز أزوم، بدخل لو أنا عايز أزوم للداخل بدخل للبكرة لقدام، والعكس برجع بالبكرة لورا. فديت من الحاجات المهمة جدا ان انت لازم تعرفها في الاوتوكاد. طب احيانا في الرسمة يحصل لخبطة معاك وتلاقي الدنيا باظت، بقى الرسمة عاملة كده وبقت عاملة كده. بص يا باشا، بتروح ضغط هنا على الهوم بتاعتك وارجع على الطب او المكان اللي انت بترسم فيه. طيب يا باشمهندس، دلوقتي انا عايز اتعرف على البرنامج. في الاول البرنامج سهل وبسيط، احنا هنشتغل على اول امر هو لاين. لاين يعني برسم الخط زي ما سيادتك شايف كده، كان جايب طريقة اللاين. اللاين هو ستريت لاين. اللاين في العموم بيتحدد بنقطتين، يعني اي نقطتين هيرسموا لاين في أي برنامج هندسي وفي الحقيقة أو في المسطرة. لمجرد إن أنت يبقى عندك نقطتين فأنت تقدر ترسم لاين. طيب هرسم لاين. من الحاجات المهمة الكوماند اللي تحت اللي مكتوب لاين سبيسيفاي نيكست بوينت، يعني حدد النقطة التانية، هنحددها بإذن الله.
الخط بيتحدد بحاجتين، مسافة اللي هي وليكن مثلا 10، وزاوية وليكن 90 درجة. طيب اللاين، انا مش عايز اشتغل بالطريقة دي، انا عايز اشتغل خط عادل بس. اروح جاي ضاغط هنا، هلاقي الخط بقى عادل. وهنشرح طبعا الحاجات اللي تحت دي كلها لان هي مهمة واساسية بالنسبة لنا في الاوتوكاد. يعني وليكن انا هرسم خط 10، اطلع لفوق 10، الموضوع سهل وبسيط مش في اي تعقيد. بس طول ما انا مشغل البتاعة دي هيبقى صعب اوي ان انا ايه اطلع بالميل. بمجرد ان انا اقفلها وافتحها هيبان معايا الكلام ده. وليكن انا عايز خط 10 بزاوية 135، بعدين عايز اقفل الشكل. جميل، الامر اللاين امره سهل جدا وبسيط قوي. اللي هيميزنا في الكورس ده ان انا مش هشرح الامر ازاي ترسم لاين والكلام ده، انا عايز ادي تمرين. يعني مثلا على اللاين هدي 10 تمارين، هدي 15 تمرين. ما حدا يقول لي يا باشمهندس انت راجل ممل، اقول لك يا عم انت خسران حاجة؟ في فيديوهات انت بتتفرج عليها، عايز تتفرج عليها غيرك بتتفرج عليها، انت بتستوعب من اول مرة غيرك ما بيستوعبش باول مرة. فانا هعمل حاجة لذيذة قوي عشان ما اقعدش اروح هنا واجي هنا. كل الموضوع ان انا فاتح الصورة، اعمل كنترول سي للصورة يعني نسخ، اروح جاي على الاوتوكاد واعمل لها كنترول في. بقت الصورة قدامي زي الفل دلوقتي. ده الرسمة اللي أنا عايز أرسمها دلوقتي، رسمة عبارة عن مجموعة من الخطوط. هنرسم إزاي؟ جبنا لاين، أو ممكن حاجة تانية إن أنا أقول ال واختصر لاين، ال لاين، ومن هنا لاين. عايز ألغي الأمر بضغط سكيب. ال لاين، لاين 10. طبعا عشان الصورة كبيرة جدا اللاين باين ان هو صغير جدا. انا هعمل ايه؟ هعمل سكيل للصورة 0.001 زي ما انتوا شايفين الصورة اهي. هناخد امر سكيل بعدين، بس خلينا في البداية. بقى 10 عاملة ازاي؟ هعمل سكيل تاني للصورة من اي نقطة وليكن دي، ازودها النص يعني 2. اس سي سكيل واحد ونص، همسح ده ديليت. نرسم بقى لاين طوله 10 مللي، بعدين اطلع فوق 2 مللي، بحرك بالماوس واكتب بس. بعدين ادخل لجوه كام انا مش عارف، هنا اطلع الناحية التانية 2 مللي. دلوقتي انا مش معايا البعد ده ولا البعد ده ولا البعد ده، بس معايا الاتنين 2 وده 10. نجمع يا سيدي، يبقى دي كام؟ 2 زيه. يبقى نروح جايب لاين 2، اطلع لفوق 3، ادخل لجوه 2، اطلع لفوق 2، ادخل لجوه 2، انزل 2، 2.
ثلاثة قفلت الشكل. موضوع سهل جدا 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 فوق ما حضرتك تتخيل، والرسمة ما بتاخدش دقايق. طيب نشوف رسمة تانية، نفس الكلام كنترول سي وأعمل كنترول في. لاين 10، اطلع لفوق 2، ارسم من الناحية التانية لاين 10 مللي، بعدين ادخل 2. كل اللي انا بعمله ان انا بحدد بس اتجاه الماوس، بعدين انزل 2، بعدين ادخل 2، انزل 4 مللي، بعد كده كمان 4 مللي، هنا انزل 2 مللي. قفلت الشكل التاني. بيتهيألي مفيش اسهل من كده، يعني التعامل مع الاوتوكاد حاجة بسيطة جدا 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 وسهلة اوي في الدرول. في الدرو نفس الكلام، اعمل كنترول سي وابتدي اشتغل على الرسمة الجديدة. هفكر ابتدي الرسمة منين؟ من النقطة دي الأبعاد كلها بالنسبة لي زهرة، فهعمل لاين كده وادخل 2، بعد كده لاين تاني اطلع 6 مللي، بعدين ادخل 2 مللي، اطلع مللي، ادخل 3 مللي، انزل لتحت 3 مللي، بعدين امشي 5 مللي، انزل 3 مللي، 5 مللي، انزل الملي، ده امسحه بليد، انزل 3 مللي، بعدين ادخل 3 مللي، بعدين اطلع. قفلت الشكل. هو ده الرسمة اللي كانت مطلوبة. من ضمن الحاجات في الاوتوكاد ان انا لما بضغط على مسطرة اللي بيحصل ان الامر بتاعي بيتكرر، مش ببقى محتاج ان انا ابص بعمل كده وبضغط 2 مثلا، سكيل 2، وبحط الصورة زي ما انا عايز خلاص. يعني بمعنى ان انا لو عملت ال كده وخلاص خرجت من الامر، مجرد ان انا اعمل مسطرة هيرجع معايا نفس الامر تاني. هنفكر هنرسم الرسمة دي ازاي وهنبتدي منين. هنبتدي من النقطة دي، ادي كده بالنسبة لي ابعادها واضحة. هبتدي من هنا، اخد اللاين كده بتاعي وادخل 2 مللي، بعدين انزل 2 مللي، بعدين امشي 16 مللي، بعدين اطلع لفوق 2 مللي، بعدين امشي 2 مللي، اطلع لفوق 4 مللي، ادخل كام 2 مللي، اطلع 2 مللي، بعدين ادخل 4 مللي، اطلع 4 مللي، ادخل 2 واطلع 2، بعدين ادخل 4 مللي. علشان بس الموضوع مش يبقى ممل قوي، علن في حاجة اسمها اكس ال لاين، هو لاين بس ممتد الى ما لا نهاية. اعمل امر لاين كده من النص الشكل بتاعي، اضغط انتر. ده بصوا زي ما انتم شايفين خط ممتد جدا، الشكل ده سيمتري. فانا راح سيلكت لكل الحاجة كده، بطلع لفوق انزل لتحت كده، واروح كاتب ام اي، ام اي يعني ميرور، ام
اي ميرور يعني مراية، واختار النقاط اللي انا هعمل عليها الميرور. اضغط انتر. طيب نعمل حاجة بسيطة قوي بس معلش كده كوبي. طبعا دي اهم اوامر هنتعلمها بعدين، كوبي والميرور والحاجات دي، بس انا بحاول افتح برضو الدنيا عشان الناس تمشي معايا. هل كان لازم ان انا ارسم الخط ده؟ طبعا لا. نشوف، انا هعمل سيلكت واروح عامل ام اي ميرور، ام اي ميرور، سيلكت السنتر هنا وسيلكت للسنتر، او اضغط عمودي خلاص انتر، بقى معايا نفس ايه الشكل. يبقى احنا خدنا امرين النهارده، امر لاين، شفنا برضو امر سكيل، شفنا امر ميرور. كل الاوامر دي هنعيدها بعدين. دلوقتي نخش في مرحلة ادفانسد شوية من الخط، ان هو نرسم خط مع زاوية. مش هشتغل انا عمودي، هاخد كوبي للصورة زي كل مرة، كنترول سي واعمل كنترول بي، بتحكم في حجم الصورة زي ما انا عايز. انا هخليها سكيل 2 بس عشان انا مظبط نفسي، بعدين اضغط انتر. اون لاين طوله 20 ملي، مسطرة على امر لاين زي ما هو كاتب، وهطلع لفوق كام؟ 10 ملي. السولود الاوتوكاد سهل جدا. هنبتدي نشوف الخط ده، طوله 12 مع زاوية 125، يبقى آلي أمر لاين. هبتدي أقفل بس علامة القرص مود دي، وأرسم خط طوله 12، وبالشيفت بالتاب هغير الزاوية بتاعتي. 90 ناقص 125 بتساوي كام يا باشمهندس؟ لازما نشوف الزاوية، يبقى هنقول 125 ناقص 90، يعني الزاوية بتاعتي 35 درجة. ارسم 35 درجة. خلاص ده نص الشكل، الشكل اللي انا بشتغل فيه سيمتري. واحنا خدنا امر ميرور، اروح سيلكت واروح عامل ام اي، ام اي يعني ميرور، واختار النقطة دي واختار النقطة دي. حصل عندي مشكلة، اعمل سكيب ام اي انتر، افتح الكورس. اتأكد الشكل مظبوط، هنا في مشكلة هنشوفها، نشيك على أبعادنا. ده البعد كام؟ 19 مللي. احنا كان المفروض البعد بتاعنا 20. نروح عاملين حاجة بسيطة أوي كده، موف ام يعني موف، ام يعني موف يعني حرك. هسلكت له النقطة واعمل لها موف. طيب دلوقتي المفروض الشكل ده يتقفل، فانا ممكن وانا بعمل كده الاقي الشكل اتحرك مني. طب انا اعمل ايه؟ اكس ال لاين ممتد الى ما لا نهايه، وراح عامل اكس ال مسطره اكس ال، بقى في لاين ممتد الى لا نهايه. وراح عامل تي ار فريم، تي ار فريم، مش هتعمل حاجة. بنا أول تي ار انتر، بعدين أضغط كمان انتر. تي ار انتر انتر، أمسح اللاين ده، أبتدي أشوف اللينير دايمنشن بتاعتي 10، أشوف من هنا بحط القياس الالاين دي بتاعي، اتناشر بوينت تو. طبعا هنا المشكلة في الأبعاد دي، إن هو كان مش حاططها بالظبط قوي، مقرب الأبعاد. طيب نشيك على الزوايا بتاعتي،
125 والزاوية اللي فوق 110. يا باشمهندس أنا أبعادي مظبوطة 100%. نشوف الرسمة اللي بعدها، كنترول سي. فين 13، اطلع لفوق 5 الناحية التانية، مش هنشتغل الناحية التانية، نقفل القرص لان الشكل بتاعه سيمتري. لاين طوله 4 ملي، الزاوية بتاعتي 4، الزاوية بتاعتي 137. ابتدي اعمل حاجة لذيذة قوي عشان اتأكد ان انا امتد كام. 7 ملي. تقريبا احنا عملنا حاجة غلط. لاين 4 1 3 7 انتر، بعدين لاين 7 ملي، سيلكت ام اي ام السنتر. فين علامة السنتر؟ دي كده البداية، ده النهاية. وعلامة السنتر فين؟ اهي. الشكل بتاعي مظبوط. أشوف الرسمة اللي بعدها، كوبي نقفل هنا القرص، نفتح القرص عشان نرسم أول خط. لاين طوله 7، لاين 4 ملي، بزاوية 135، نطرح منهم 180 180 ناقص 1 3 5، الزاوية 45 درجة. انتر. بعدين اطلع بخط 5 ملي. شكله كله سيمتري، بمعنى ان انا لو عملت سيلكت كده وعملت ام اي انتر وجيت اخترت هنا، اخترت هنا وقلت انتر، وجيت اخترت ده كده وقلت ام اي انتر انتر، الشكل ده. الموضوع سهل جدا جدا مع الاوتوكاد. ممكن نرسم رسمة زي دي برضو، سهلة جدا جدا جدا. وهنلاحظ الشكل سيمتري من فوق وسيمتري من تحت، النص ده زي النص ده. أنا هبتدي من هنا، لاين كام؟ 28، لاين 5، بعدين اطلع لفوق 2 ملي، ادخل 2 ملي، اطلع 4 ملي، اخرج 2 ملي، بعدين اطلع 2 ملي، ادخل 4 ملي، اطلع لفوق 4 ملي، بعدين ادخل كده 8 ملي. يعتبر نص الشكل. اعمل سيلكت للشكل كده او اعمل ام اي، ام اي يعني ميرور،
اضغط انتر، بقى النص اللي تحت، سيلكت كده، اعمل ام اي حوالين النقطة دي مع دي، اضغط انتر، انتهى الشكل. الموضوع سهل وبسيط جدا. وبكده نكون خلصنا الحلقة الأولى، وهنكمل مع بعض في أكتر من حاجة.